ما حكم الشرع في من يقول أن السلفيون يخدمون العلمانية بتحذير الأمة من المشاركة في الانتخابات؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحكم على الذي يرمي السلفيين في هذه الفرية التي ما فيها مرية أنه ضال منحرف. نعم، لأن الانتخابات جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وفرضت علينا من أمريكا. نعم، فرضت من أمريكا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، ويقول أيضا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم. ثم بعد ذلك أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. أي فاعبدون وأطرح التقون، هكذا؟ نعم. ماذا؟ ويقول رب العزة في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، من الذي ينفذ قوانين أمريكا؟ من الذي في أهدافه التي وزعها ووزعت ها هنا في اليمن الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة؟ من الذي في أهدافه التي وزعها هنا فيها الاعتراف بقرارات مجلس الأمن؟ من الذي في أهدافه التي وزعت في اليمن ها هنا؟ من هو الذي في أهدافه احترام الرأي والرأي الآخر؟ احترام الرأي والرأي الآخر معناه أنك إذا اختلفت مع خمار أو شيوعي أو بعثي أو ناصري أن واستدللت بآية قرآنية أو حديث نبوي أن ذلك رأي لك، فالآية القرآنية والحديث النبوي رأي، وقول الخمار الفويسق رأي. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات.
سواء نحياهم ونماتهم ساء ما يكتبون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المجرمين كالفجار المؤمنين كالفجار المتقين كالفجار. نعم، من الذي يعتمد على الكثرة في هذه الانتخابات؟ إنها التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام ليزحزح الإسلام ليزحزح الإسلام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي آيات كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يفقهون. وماذا؟ ويقول عز وجل وقليل من عبادي الشكور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه يقال يا آدم يا آدم أخرج بعد النار، فيقول يا رب منكم، فيقول من كل ألف 999. نعم، هذا دليل على أن الكثرة لا يعتبر بها التحاكم إلى الكثرة يعتبر تحاكما ضاغوتيا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، من الذي نسق مع البعثيين والناصريين؟ ومن الذي أتى بميثاق الشرف؟ ميثاق الشرف يا أخوان مع عشر أحزاب بعضها كافرة وليس من الحزب الاشتراكي. فالتمشيط هذا ألا يكفر بعضهم أعضاء. نعم، ومن الذي أيضا له الود الاشتراكي؟ من الذي كان يتباكى منا لماذا نكفر على لساننا الزير؟ من هو الذي كان يتباكى منا عندهم كنا نكفر على لساننا الزير ويقولون كالتاك؟ قد رأيناه في التلفزيون نعم يطوف الكعبة ويبكي، ولكنه ها هنا ماذا؟ ولكنه ها هنا جاد سن الدعوة إلى الحزب الاشتراكي. هكذا أخواني في الله، من الذي يقول ويضيع وقته في السماع على الحكام المتأثرين بالعلمانية كضياء الحق والخميني والبشير، هذا عمر البشير وماذا وغير هؤلاء؟ نعم، وذكرت صداما صدمه الله بالبلاء، ذكرته عند أن كانوا قالوا والله بالتأس ومسكين الشعب اليمني. وإيش دليلك يا أيها الشعب اليمني؟ قال دليلي أنه سني أيضا، دليلي أني رأيته يشير بأصبعه هكذا في الصلاة. الله المستعان الله المستعان. نعم يا إخواننا، ماذا؟ المهم كما يقال رمت لي بدائها وانشالله. فهل السنة ثابتون؟ وإن شئتم سألتم البدو، وإن شئتم سألتم القبائل، وإن شئتم سألتم أصحاب الشارع تسألونهم من هو الذي ثابت ومن هو الذي يتلون على كل لون؟ ترى يقول الاشتراكية كفر، الديمقراطية كفر، وأخرى يقول نعم الديمقراطية نحن مستعدون أن نتناقش من أجل الدستور على ماذا؟ على بساط الديمقراطية. الانتخابات أليست من الديمقراطية؟ وسيلة إلى الديمقراطية الانتخابات والتصويتات أليس فيها مساومة للإسلام؟
والتفويتات. أليس الكذبة ممكن أن تبيح الزنا وأن تبيح الخمر وأن تبيح الزواج؟ وقد حدث في بلاد أعداء الإسلام. هذا إخواننا هذه سرية ما فيها ملية. فالحمد لله أعداء الإسلام يعرفون الثابتين، أعداء الإسلام يعرفون الثابتين، ما يخافون من هؤلاء أصحاب الكراسي. حتى قال واحد من المباحث اليمنية قال والله أنتم تخافون من الإخوان المسلمين، والله السلفيون هؤلاء الذين ما يتزحزحون، أما الإخوان المسلمين سنسليهم لوزارة أو وزارتين ويبقون يصفقون معنا، نفديك يا صدام بالروح والدم في شوارع صنعاء وفي شوارع الحديدة وفي شوارع الجعز وهكذا. يا أخواننا ماذا بارك الله فيكم؟ فالغض أن الله وصد أهل السنة لا بسبب كثرة ممارستهم الأمور الواقعية، ولكن بسبب ماذا؟ تمسكهم بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون فيه بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم، فننصح إخواننا أهل السنة بالثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انكشفت الحقيقة اليوم وستنكشف غدا أكثر وبعد غد أكثر، والفضل لهذا لله سبحانه وتعالى. ما رأيكم يا شيخ في كلام بعض الحزبين أن الإخوان المسلمين والسلفيين هم نفس الشيء وأن الإخوان على عقيدة ومنهج السلف الصالح؟ الإخوان المسلمون ليس لهم مبدأ. يمكن أن يكون سلفيا اليوم وأن يكون صوفيا غدا وأن يكون شيعيا بعد غد. نعم، ماذا يا أخوان الذي يصعد المنابر ويدعو الناس إلى مؤازرة الخميني سلفي؟ نعم، الذي يقول ماذا يا أخواننا يسعى سعيا حثيثا إلى الانتخابات ويسعى سعيا حثيثا إلى تطبيق الديمقراطية سلفي؟ لا ولا كرامة. فالذي نحكم عليه على منهج الإخوان المسلمين أنه منهج ضلال، ومن عرفه واعتنق من كبارهم فهو ضال مضل، ومن كان يظن أنه ينصر الإسلام ويظن أنهم ينصرون الإسلام ولبسوا عليه فهو مخطئ، هو مخطئ. يجب عليه أن يسأل وأن يتثبت. ونعم، وهذه الزوبعات ستنتهي بإذن الله تعالى، وقد انتهت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول سبحانه وتعالى بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل فإذا هو زاهق ولكم الويل. ويقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة. نعم، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. نعم،
هو على خلاص. نعم يا أخواننا، فالمهم أنهم الآن محترقون. نبشر إخواننا في جميع البلاد الإسلامية أن دعوة الإخوان المبلسين باليمن بعد أن كان لها صولة وجولة، كانهم تظاهروا باسم السلفية، ما فضحتهم إلا هذه منذ جاء مجلس النواب هو الذي فضحهم، وإلا فيتظاهرون بالسلفية. فبعد ذلك بحمد الله ضاعوا وماعوا، والفضل في هذا لله عز وجل. نعم.